ومما يقربك من ربك سبحانه وتعالى، ومما يعد من أكبر الخطوات التي تضعك على الطريق الصحيح. يعني صلاة الفجر أن تخرج إليها وأن تقاوم يعني داعي الكسل ودفء الفراش وتخرج لأداء صلاة الفجر في جماعة، ستجد أثره في قلبك وفي نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله حلت عقده، فإذا توضأ حلت عقده، فإذا صلى حلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شوف الفرق الكبير بس صلاة الفجر. وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وبعدين ده وقت الصبح، ده هو اللي هو وقت البركة، وقت توزيع الأرزاق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الصبح، وهو الذي يصلي الفجر وينام، فما بالك بالذي ينام حتى عن صلاة الفجر ويفوته وقت توزيع الأرزاق ووقت البركة، ويصبح كسلان، وتصبح نفسه خبيثة، أعاذنا الله وإياكم من خبث النفس. فنرجو أن تكون مواظبتنا إن شاء الله قابلا، اعتبارا من فجر الغد، بعض الأثار التي نتعهد عليها فيما بيننا وبين ربنا عز وجل، من بعد ما تذكرنا علامات الساعة وأشراطها وقربها ودنوها، ولأن هذا من خير ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعددت له. جزاكم الله خيرا. الشيخ سعيد بيقول إن في تدريب اليوم على قيام الليل الساعة 12، يعني حتى يتعود الناس على هذا ويجتمعوا على طاعة الله وعلى هذه الأوقات المباركة، داعين مستغفرين تائبين إلى الله سبحانه وتعالى.